أرحب بحضراتكم في هذا اليوم وفي هذه الأمسية التراثية الجميلة هنا مع انطلاقات سمن الجذاع في هذا المهرجان التراثي الكبير ومهرجان زايد التراثي، المهرجان الأكبر والأغلى هنا في ميادين الخليج. اندفعت الأسماء وانطلقت الشعارات في رحلة البحث عن الناموس، في رحلة البحث عن الانتصار والمجد التليد. انطلق على بركة الله الشوط السابع الذي يحمل في طياته البكار المحليات، وتابع مقدمة الشوط والصدارة مع الشاهينية على أول المراكز، محمد بن يوسف بن محمد بن خميس الكعبي على أول المراكز. المركز الثاني وصلت اختيار على المركز الثاني هنا بشعار العملاق العيناوي أحمد بن مظفر بن خموشه العامري. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات الممثل الدائم للسلطنة لينطلق في هذه اللحظات مع فن سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. أما رابع التحديات فهنا الوصول من الدفيعة خليفة بن علي بن خليفة الرميثي على المركز الرابع. خامس النداءات وصل شعار الإعصار الغربي ليتواجد في هذه اللحظات وينطلق ويتسلل إلى رابع المراكز هنا مع رسمية يا رسمية وشعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. سادس المراكز أتابع القادمين أتابع الواصلين في هذه اللحظات. وصلت وجنة وسالم بن غريب بن راشد بن مصبح الاكتبي على سادس المراكز. أما سابع النداءات فهنا الوصول من جبارة على ما يبدو لي في هذه اللحظات أو عفوا غادير. وصلت غادير أحمد بن محمد بن كراز المهيري. ثامنا وصلت سرابة علي بن سعيد بن راشد الراشدي. وتاسعا وصلت في هذه اللحظات الظبي فايز بالضعيف بن مصبح الاكتبي. وعاشرا ختام النداء الأول هنا وصلت جبارة بشعار مسعود بن سعيد بن سالم بن غصنه على المركز العاشر. إذن هذا هو النداء الأول أيها المتابعون المستمعون الكرام للعشرة المراكز الأولى. هذا هو النداء الأول أيها المتابعون أيها المضمرون، من أراد الإذاعة من أراد لقطات الكاميرا فليتواجد هنا مع المراكز الأولى. تقدموا هناك إلى مركز الناموس. نعم وصدارة الشوط. أعود من جديد لأتابع التحركات على الصدارة هنا الشاهينية على مقدمة الشوط. جرت الشوط جر الشاهينية محمد بن يوسف بن محمد بن خميس الكعبي على أول المراكز. أما المركز الثاني الله الله العملاق العيناوي حاضرا على ثاني المراكز هنا بشعار اختيار أحمد بن مظفر بن خموشة العامري. شعار كبير شعار له من الصولات والجولات ما الله به عليم. المركز الثالث وصل شعار كيف، وصل شعار السيف، وصل شعار عز، وصل شعار الأسماء الكبيرة هنا وانطلق مع فن في هذه اللحظات سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. شعار الممثل الدائم لسلطنة عمان. المركز الرابع وصل أبو زايد على المركز الرابع هنا ليصل وينطلق بشعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. الإعصار الغربي قادم لا محالة وبكل قوة وحمود اللي تابعه. المركز الخامس وصل بن كراز، وصل بن كراز المهيري على المركز الخامس لينطلق في هذه اللحظات ويثبت الوجود. هذا هو يوم الوجود يا بن كراز. انطلق على المركز الخامس هنا في هذه اللحظات مع غادير. الله يا لسم الله غادير 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 يا هو ماضي مع اسم غادير. المركز
المركز السادس، سادس المراكز، وصلت وجنة وجنة وجنة. سالم بن غريب بن راشد بن مصبح الكتبي وصل على المركز السادس. سابع النداد وصلت اللي وصلت، سرابه يا سرابه وصل الراشدي علي بن سعيد بن راشد الراشدي، وصل في هذه اللحظات لينطلق. ايضا الاسماء بدأت تتحرك اللي وصلت هنا من الجانب الاخر. الله الله، وتابع من وصلت هنا، وصلت في هذه اللحظات، وصلت صلالة 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 محمد بن ناصر بن حميد الشامسي. ايضا الوصول في هذه اللحظات والانطلاق من شعار المجازف القادم من منازف، وصل بن زيتون. الله عليك الله، الله عليك الله، وصل مع ما تخاف وانت ما تخاف يا راعي العوايد. روح يا بن زيتون روح، ولكن يا اخواني خلوني مع الصدارة، خلوني مع المقدمة. الاحصار الغربي يعلن التواجد اليوم، يعلن انطلاق اليوم هنا بهذه الحركات المميزة، ويتواجد مع رسمية رسمية. الوضع يبغي له رسمية يا حمود يا الوهيبي، رسمية على الصدارة، رسمية على المقدمة. عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري 1200 1200 يا مضمرين، 1200 يا جماهير. الله الله، ولكن الكتبي واصل هنا، انطلق في هذه اللحظات مع الشاهينية او الكعبي عفوا، محمد بن يوسف بن محمد الكعبي العملاق العيناوي. واصل العملاق، واصل العملاق بن خموشة، واصل مع اختيار، واختيارك موفق. ولكن شعار كيف، شعار كيف بدأ يتحرك في هذه اللحظات مع فن. عساها عساها يا الوهيبي على الظن، مع فن وصلت وانتزعت المركز الثاني. هذه منطقة الإعلام، منطقة الناموس، منطقة العمليات، ولكن الإعصار 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 انطلق على المقدمة. عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري مع رسمية، ولكن الشاهينية الشاهينية وصلت الأسماء، انطلقت في هذه اللحظات الواعية. مبارك بن خليفة بن زاهر الخيلي، ووصلت غزوة سعيد بن حمد بن عمير الشامسي، وهناك أيضا من الجانب الآخر. ولكن رسمية 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 رسمية، الوضع يبغي لرسمية يا حمود الوهيبي. ولكن ولكن وصلت الواعية، واعية اليوم، واعي واعي لهم الخيلي، انطلقت الواعية الواعية الواعية. مبارك بن خليفة بن زاهر الخيلي، سلام يا العين سلام، سلام يا العين سلام، الهيلي سلام، سلام يا الهيلي هنا مع الخيلي. تهانينا والناموس يا مالك الواعية على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت الجانية محمد بن يوسف بن محمد بن خميس الكعبي على المركز الثاني والمركز الثالث. شعار راشد بن زفنة العفاري على المركز الثالث والمركز الرابع، وصلت على المركز الرابع. شعار المنصوري وصلت على المركز الرابع رسمية، وخامسا وصلت في هذه اللحظات وهج علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. دارينا والناموس، إذن لحظات ونتابع التوقيت الزمن 9:16 لحظات وصول وفوز الواعية للمركز الأول. مبارك بن خليفة بن زاهرة الخيلي، إذن 9:16 وتسعة أجزاء من الثانية المركز الثاني. وصلت الشاهينية على المركز الثاني محمد بن يوسف بن محمد بن خميس الكعبي، قدمت مستوى مميز 9 دقائق. ستة عشر ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. أيضا ثالثا حلت شعار بزفنا العفاري على المركز الثالث أيضا وبنفس التوقيت 9:16:16 وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.